ولكن نجريج تحديدا لا، نجريج حاجه تانية، لان نجريج هي الارض اللي طلع منها صلاح البطل العالمي. ففي رسائل كتير قوي 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 تقدري توصليها للاطفال اللي هم من عايشين على نفس الارض. طبعا. فانا اول ما دخلت الولاد قلت لهم القريه بتاعتكم جميله قوي، ايه اشهر حاجه فيها؟ انا عايزاهم هم اللي يقولوا. طبعا كل صوت واحد قال صلاح. قلت لهم جميل، انتوا عارفين المدرسه اللي ورانا دي في نفس الشارع دي كانت مدرسه صلاح. بس ايه الفرق بين صلاح وبين كل اللي كانوا قاعدين معاه في الفصل؟ فقالوا انه بيحب الكوره. قلت لهم كلهم كانوا بيحبوا الكوره واغلبهم زيكم، ولكن صلاح كان عنده حلم وكان عنده ايمان اولا بربنا سبحانه وتعالى، ثانيا بقدرته على تحقيق حلمه وموهبته. صلاح ما تبصوش لاخر سطر في الحكايه، هو دلوقتي ما شاء الله بطل عالمي وفخر العرب، ولكن السلم ده كان فيه درجات كتير قوي طلعها عشان يوصل لاخر درجه فيه. صلاح تعب وكافح وكان كل يوم بيسافر من قريته دي اللي انتوا فيها لنادي المقاولين العرب عشان يتدرب، ما تعبش، ما قالش لا، ما سمحش لحد انه يكسر حلمه. اتكلمنا مثلا عن يعني ايه طاقه سلبيه، ويعني ايه ممكن حد يبقى عنده حلم او عنده هدف وممكن حد يحبطه وبسهوله يتاثر بكلام الاخرين ويتراجع. اتكلمنا عن قدرته على انه يأقلم نفسه، وانه لما سافر في البدايه انجلترا كان لازم يتعلم اللغه الانجليزيه، ازاي كافح وتعب وتعلم وراح ايطاليا وتعلم اللغه الايطاليه، يعني ازاي اشتغل على نفسه، ازاي في وقت ما كانش فيه اي امكانيات. يعني احنا عندنا حاليا الشركه المتحده يعني عامله برنامج رائع وعظيم اللي هو برنامج كابيتانو اللي هو بيكتشف مواهب الاطفال الكرويه في القرى والمحافظات، وانا اتشرفت ان انا في احدى حلقات البرنامج استضافوني اتكلم مع ولادنا اللي كانوا في المعسكر، كل واحد جاي من قريه. دلوقتي بقى فيه يعني امكانيات انه ممكن نكتشف الابطال اللي زي صلاح ويتم دعمهم من خلال البرنامج ويبقى لهم فرص ان هم يحترفوا في الخارج، لكن وقتها ما كانش فيه. هي قصه صعود زي ما بنقول يا دكتوره سماح. والمهم بقى عايزين نعرف من حضرتك دلوقتي ردود فعل الاطفال، هل استوعبوا الدرس؟ المثل مش متعلق فقط باننا احنا طبعا بنضرب مثال بمحمد صلاح لانه ابن القريه وكان في نفسه، وحضرتك ذكرتي حياته كانت عامله ازاي وهو طفل والتحديات اللي قابلته لحد ما بقى لاعب عالمي، لكن الموضوع مش مقتصر فقط على لعب الكوره، فعايز افهم من حضرتك الاطفال استوعبوا الدرس؟ فهموا؟ استوعبوا، وكانوا يعني كانوا بيشاركوني الـ 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 الكلام وبالعكس بيضيفوا لي، يعني كنت بقول لهم طب انتوا شايفين الحكايه ازاي؟ قال لا، ان الواحد لازم يتعب. قلت لهم والاهم بقى ان لما الواحد يوصل بلده وضعها ايه في حياته؟ ينسى الارض اللي طلع منها؟ ينسى المكان اللي اتربى وعاش فيه؟ ولا بالعكس يبقى شايله في قلبه ويبقى عايز يشوفه احسن مكان في الدنيا؟ صلاح اتعلم لغات اجنبيه بس لسه بيتكلم عربي، لسه مصر في قلبه، لسه ما بيسمحش انه يسمع اي كلمه مش كويسه على بلده. انت يا لو زميل او زميله ليك شفتها بتتكلم مع اهلها بطريقه مش حلوه او بتتكلم على اهلها بطريقه مش حلوه هتصاحبه؟ قال له لا. قلت له هو بالظبط كده، بلدنا دي هي 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 اسرتنا الكبيره، هي امنا، زي ما بيقول مصر ام الدنيا، مصر امنا. فازاي الوطن يبقى في قلبك مهما بعدت، مهما سافرت، مهما نجحت؟ بالعكس ارتباطك بيه يزيد وتبقى عايز دايما تشوفه احسن بلد في الدنيا. كل دي حضرتك يا استاذ محمد كانت حاجات الاطفال بتسمع بشغف وبتركيز وباهتمام وعندهم يعني الحماس ان لا دي بلدنا ومهما بعدنا ومهما نجحنا ما ننساش الارض اللي طلعنا منها.